الرحمن الرحيم. الحاصل الآن في العوامية من انتهاكات وطرد للأهالي وتهجير قسري بالجملة ما هو إلا مشروع، هو مشروع محمد بن سلمان آل سعود، ابتدأه من العوامية تحديدا من المسورة، وخطورته أنه ابتدأ لكي يستمر إلى باقي القرى والمحافظات بذريعة ملاحقة أمنيين وبذريعة التنمية أو الاستثمار أو التطور، وهذا كله كذب. انتبهوا يا عالم، هذا مشروع خطير خطير، هناك مخطط كبير يأتي تحديدا على الشيعة وعلى أيضا معتقلي الرأي من الطائفتين الكريمتين. علينا أن نقاوم هذا المشروع بكل الطرق، ونصر الله أهلنا في العوامية إن شاء الله يا رب، وفي كل القرى والمناطق المظلومة.